يا عمر فاتن عايزك بره. الراجل المهم ده اللي بيشتغل في مكتب الشعب. ايه ده؟ لا الابصر ايه ده اللي بيشتغل في مجلس الشعب. جبنا سيرة الحب. يجي لما حصايه يجي بس يا عمر اهلا بقى. خليك مرتاح. زي حضرتك. اهلا وسهلا. والله العظيم احنا كنا لسه بنفكر فيك. لا انا اللي بفكر فيك. بص بقى يا عمرو يا اخويا. دلوقتي انت داخل على جواز والجواز يلزمه مصاريف ومسؤوليات كتيره وانا رقبتي سداده. حضرتك موطي صوتك ليه كده؟ ده على سبيل الادب. بتتلفت كده كانك هربان من البوليس. على سبيل الاحتياط. مش فاهم. دول شويه طلبات لاهل الدايره. كل طلب صاحبه دافع فيه 20 باكو، لو خلصته انت 10 وانا 10. مش انت النائب اللي الناس اختارتك عشان تشوف مصالحها؟ ما هو مفيش مانع نشوف مصالحنا احنا كمان، ولا ايه؟ شايف الشباك اللي وراك ده؟ يحدفك منه يخلي ولاد الدايره اللي هم اخواتك يبهدلوك. ايه ده؟ طبعا اذنك. ماشي كده من غير ما تسلم عليا. طب ولازمته ايه بقى؟ على سبيل ان كتر السلام يقل المعرفه. سعاده الباشا عملت لنا ايه؟ تصريح مبرر ما كانش عليه يا باشا. تصريح مبرر سعادتك وعدتنا باشا. عملت لنا ايه تصريح مبرر سعادتك اللي قلت لنا عليه يا باشا؟ خير يا جديد بيه؟ في حاجه؟ الله انت موطي صوتك ليه كده؟ على سبيل الادب. يا راجل ما تقولش الكلام ده، احنا اخوات. ده طلب بخصوص حته ارض في كردون الزراعه بامضه صغيره من سياده الوزير تدخل كردون المباني، لو خلصتها لك 1,000,000 جنيه. حضرتك عديت سلالم البيت وانت طالع؟ لا عايزك تعدهم وانت نازل عشان احتمال اسالك فيهم في الفرح قدام الرئيس. الله 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 الله. طبعا اذنك. شفت عم ايمن؟ ادي المسؤولين. طب وايه الحل بقى؟ مفيش غير الريس، هو املنا الوحيد. الفرح ده بانه بقى مهم قوي. ده يوم الفرح ده يا عمرو هيبقى ليله. انت ناوي برضه تجيب حتتين ده توصل لنوتش بسطرمه؟ طبعا. بس طالما الريس جاي لازم نذبح على الاقل خروف. المشكله بقى نجيب فلوسه منين؟ انا ممكن استلف واسدد من نقطه صح؟ تفتكر الخروف هيكفي الناس كلها اللي هتيجي؟ ولا هنجيب شويه فراخ؟ قول السطح هو اللي هيكفي. ترى الريس هيجوا معاه كام نفر؟ أكيد هجيب الحرس بتوعه. طب وتقول يطلعوا كام؟ ده إذا كان شكري بيه بيجي ومعاه ينفي 15 نفر. يبقى الريس كام؟ ودول مش أي حرس، دول تلاقيهم جامدين جدا، يعني بياكلوا أكل خاص. أكيد طب. مصيبة بقى لو جه معاه سيد قراره. مين سيد قراره ده؟ أعضاء مجلس الشعب والشورى، دول لوحديهم يطلعوا 700 نفر. الموضوع كبر قوي، أنا مش قده. إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ خلاص الفاس وقعت في الراس. المهم دلوقتي الخوف ليكون الريس ما بيحبش ياكل الضاني. أنا عايزك تسأل شكري بيه الريس بيحب ياكل إيه؟ أيوه صح عندك حق. حتى عشان الرئيس ما يقولش علينا بخلة. ويمكن تيجي من عند ربنا ويكون الرئيس بيحب ينام خفيف. عندي اخبار حلوه، اقدر اخش؟ خش، ده احنا في حزب البرمه. ده اهم من اي حزب. ايه ده؟ ازيك يا اهلا؟ ازيك يا رهاب؟ ده عادي شقه. سرقتيه منين؟ سرقت ايه يا عم انت؟ بابا كان حاجي الشقه في وزاره الاسكان ايام ما هو وماما كانوا مخطوبين، والنهارده وبعد 25 سنه استلموها. اكيد افتكروكوا بعد ما انتوا مشهورين. طب وانت ايه؟ مش فاكر ان ماما بتنادي؟ لا. بابا بينادي؟ لا. الجيران بتنقل، الحاره بتهتف باسمك. معلش يا ريهام، كان نفسي اقعد معاكي بس اخويا بيزحلقني. انا هعمل لكم شاي بقى. ايوه شاي. بالنسبه للشاي صحيح خفيف ولا تقيل ولا ايه؟ لا احنا عايزين شاي لطيف. اوكي. تعالي اقعدي. وحشتي. ايه ده؟ طب انا خرجت ايمن ليه يعني؟ سك على الشاي. قلت ايه في الشقه؟ شقة ايه؟ عايزين احجز الشقة اسلمها بعد 25 سنة؟ مين قال لك الكلام ده؟ احنا ناخد الشقة بتاعت بابا. مش موافق. ليه مش موافق؟ ما انت هتديله الفلوس اللي هو دفعها. انا مش عايز شقة في وزارة الاسكان، انا عايز شقة في وزارة الري. وزارة الري؟ عالنيل يعني. شفت انت بتهزر ازاي بقى؟ يا حبيبتي انا ما بهزرش، احنا خلاص خدنا الشقة اللي فوقينا، هنوضبها ونعيش فيها. خلاص. اللي تشوفه يا حبيبي. ايه الطيبة دي؟ يعني كان لازم يعني اعزم لك الرئيس عشان تبقى هادية كده؟ دي. يا ايمن ما خبيش عليك يا باشا، الاعداد كبيره فعلا وتقلق. دول عايزين جيش عشان ما يحصلش اي مفاجآت. ده غير ان المنظر لا يليق بسيادته. انا هناقش الموضوع ده مع الجهات الامنيه. الفرح فاضل له 3 اسابيع، طلعوا الناس دي بسرعه، بس طلعوهم بالراحه.
وكالات الانباء الاجنبيه عاوزه جنازه تشبع فيها الارض. خرب قدامي. ايه ده؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ دي عينه من الاطفال يا باشا، دول اللي هرحبوا بالموكب. جاي تجربهم علينا قدام كل الناس؟ عايز تخرب بيتي ولا ايه؟ انا اسف يا باشا، كنت عايز ابسطك. بس ممكن تعملوا له عمليه نظافه والمحلات يا ايه دول؟ دول عاهات مش اطفال. دول اللي موجودين هنا يا فندم. امال فين الاطفال بتوعنا؟ كبروا يا فندم. هو البني ادم ايه غير سنين وشويه حاجات فوق بعض؟ التانيين شعرهم كيرلي وبيلبسوا على احدث موضه، ما ينفعوناش هنا.